هيدا للبوان نوار يعني لل للبلاك هيدز الرؤوس السوداء اللي هي هيدا الحفرجية. حطها عندك مش عندي انا ما هلا بقول لك. ايه شو هيدا؟ هاي للبوان نوار. للبوان نوار ايه شو هاي الكادول حلو عن جد؟ عرفتها اياها هاي بت... عن جد لا متقل الهدية هيدا لانه كبر العلبة مش الهدية. ايه هلا فيها كذا هدية يعني بس هاي لان بعرف عندك ماضي ونقط سوداء ما بتنعد بقى هيدا. بعد عني. خلينا نشوفك كنت عم تسأله سؤال عن الغرور وحكيته عن الموضوع قبل. نعم. عن الغرور وهيك وجاوب هلا. سألته سؤال هلا المرة عن الغرور. خلينا نشوف السؤال. قديش تقريبا من الناس بعد لهلا ما صرت مغرور منيح لهلا؟ معقول تصير شي نهار؟ بدك تسألي ليش بده يصير الواحد مغرور؟ ليه بيصير الواحد مغرور؟ بقى هون نصيف وجهها يعني قال له انه بدك تسالي صلاح لما كان هو محضر الجواب انه بدك تسالي ليه الواحد بده يصير مغرور اصلا. إيه؟ ليه بده يصير مغرور في كمان على هالسؤال سال سؤال انه خلص انا بعرف جايبك على هيدا اساليني اياه بقى انا انبسطت يعني انا حابب اعرف الجواب كمان تبع هذا السؤال بقى جاوبنا على السؤال تشوقت انا خلينا نشوف شو كان جوابه لنصيف. قديش انت قريب من الناس بعد لهلا ما صرت مغرور منيح لهلا؟ معقول تصير شي نهار؟ بدك تسألي ليش بده يصير الواحد مغرور؟ ليه بيصير الواحد مغرور؟ هذا الموت تحية لك بنحب كثير هذا الموت.